شهريتنا مازلت مكملة معاكم على سلامتكم من جديد حتى النص الليل ليلي رمضان سهرانين معاكم. أهلا وسهلا بالناس اللي خلطوا علينا في الاستماع www.radiomatunisie.com on streaming live. تنجموا تشوفونا تتابعونا وتتابعوا الفيديو متاعنا الكل على شين يوتيوب راديو ماد. مكملين السهرية نمشيو لفرنسا المرة هذه. ممثلة غايبة علينا يظهر لي توا 3 سنوات من نعورة الهواء 2 عام 2015 مارينا هيش ريم رياحي. صحة شريبتك. مرحبا. صحة شريبتكم وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مش من نعورة الهواء 2 بعده جاء الأكابر دونك الأكابر أما الأكابر كأنه تعدى معناها ديما نعورة الهواء هو اللي خلى أمبريسيون مزينة برشا عند المشاهد التونسي زادة بتبيع مدام فما إنتاج حلو وحاجة نجحت برشا سي نورمال. أنا عبيت تفكرني تقولي يا غالية غالية نتاع قعدت الناس كل توا تتفكر فيه دونك العمل الناجح هو اللي يشد الاخرين. ابسوليومون. شنو احوالك ريم؟ الحمد لله تري بيان. سابا لاباس. سابا رمضان لاباس. كي الناس كل المتغربين الكل كيما اللي متغربين الكل. ما كي بدا واحد عنده عائلته الكل سافا ما يحسهاش برشا الحكايه نو؟ لا بجد احنا ملمومين هوني. نقصنا مديح بطبيعة مازال في تونس يكمل المونتاج نتاع المسلسل الخاوة وكهو نكملوا رمضان كما كل عام وإن شاء الله ربي يعاود علينا كل بالخير إن شاء الله. ملمومين في الخير ديما إن شاء الله ريم. ريم تفرج في التلفزة؟ اي بطبيعة. اي شنو اللي شفت في شنو تفرجت مع شنو اللي عجبك في التلفزة التونسية؟ كل شيء حاولت نشوف الأعمال الكل. سيفغي ما نجمش نخلط عليهم الكل خاطر صعيب شوية. مي شفت جنون القايلة. شفت شورب. شفت تاج الحاضرة. شفت شوية لافاج. شنية آخر أكهو. هذو ما هم اللي نجم هذو ما هم اللي شفتهم. اللي سيت كام الدراما ركزت أكثر مع الدراما يعني. اي هو المحل انا ما عنديش برشا حاجات هنا نجم نتفرج فيهم. ندخل شويه على اليوتيوب نعاود والحاجه اللي تشدني المره الاولى والمره الثانيه نكمل نتفرج فيها. الحاجه ما تشدني ان شاء الله غالب وزيد ضيق الوقت دونك مش نجم انا نجم نتفرج في كل شيء. الدراما الاولى اليوم بعد 15 يوم نجم ونعرفوا هكا انا هي اللي كانت متفوقه السنه بنفس الدرجه تاج الحاضره وشور زوز نفس الدرجة أنا هو أكثر من الآخر شوية صحيح. بالنسبة لي أنا زوز كيف زوز سنين فرحانة برشا فرحانة فما إيفوليشن كبيرة ياسر 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 أو نيفو ممثلين فريمون فرحانة برشا بالممثلين اللي خدموا سنين ونقول لهم برافو برافو برافو. ممكن كل واحد حط توش متاعه معناها الأعمال اللي خدموهم قبل سنة غير نفاغ مع سنين. أي أنا ديما نسأل السؤال هذايا ممكن ريم رياحي وين تنجم وين كانت تنجم تشوف روحها أكثر في تاج الحاضرة وإلا في شوار باي؟ لا في زوز لا. علاش؟ أنا راني أنا قاعدة توا نتفرج معناها عندي توا كلكو زاني نتفرج مش إني ممثلة قاعدة نتفرج إنسانة من برا تشوف في حاجة حلوة تقول راهي حلوة حاجة ما عجبتهاش ما تتفرجش فيها دونك مانيش قاعدة أن في البوزيسيون تاع إني يا كان جاي الدور هذايا كان خديته أنا ولا حاجة والله لا معناها فريمون ما عنديش حتى طرف الحكاية هذايا وزيد معناها توا حتى كان تفكر توا الأدوار اللي موجودة الكل ما كان فما حتى دور من كنت نجم نكون فيه أنا ما هذايا حبيت نكون فيه أنا معناها. مش حتى أدوار ما نحكيو على بروجي كامل نحكيو على مشروع كامل في التلفزة تقول والله علاش لا ليه سني ليه سني ما 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 ركحت لي على حتى عمل اما نتفرج فيهم وحلوين وناجحين وانا نقول لهم فرانشمون باللي مويان هذوكم حسب علمي معناها وضيق الوقت هذاك حاجه تاكد لي احنا نجموا باقل التكاليف نعملوا اعمال هايله ونشمروا على ذراعنا كما يقول. اي ما جاتكش بروبوزيسيون سني باش تكون متواجده في رمضان 2018؟ ما جاني حتى شيء. معناها ماهوش اختيار انك ما تمثلش السنة. هو لما حالة انا ديما الحمد لله يا ربي جدي اللي هو ديما اختيار السنة باش ما نكذبش على روحي وعلى العبيد السنة ما كلمني حتى حد
انا العوام اللي فاتت كل عام عندي بروبوزيشن اي يا اما انا ما يعجبني الدور نقول اي يا كي ما يعجبنيش نقول لي وين المشكل معناها سي با معناها لا تطيح من قيمه العمل ولا من قيمه المخرج ولا حتى شيء اي دونك انا سنة الحق نتاع ربي حتى عمل ما كلموني دونك وما شنيا فما معناها فما تاج الحضره فما وفما شورب دونك سيغتينمون اي مون با فيو وهني قلت لك انا ما شفتش روحي فيها في الاعمال الجديده معناها اي مثلا شنو رايك ريم في حكايه الغديف معناها نتاع الاعمال التونسيه في رمضان ولا حتى في غير رمضان دونك مثلا نشوفوك على قناه الثانيه اعاده ديما اللي شوف لي حل باغ اكزومبل ونعاود لهوي جو كرو تعاود جوست قبل لا محالة أنا بس ما نحبش عرفت هو الجرح غارق على التلفزة التونسية ما نحبش نزيد نعمق الجرح شبيه الجرح الساعة لطف عليك كبيرة اللي مش أنا معناها مش لي أنا جرح التلفزة الوطنية أنا كمواطنة تونسية وكممثلة وكبنت التلفزة نعتبر روحي خاطر أنا بديت التلفزة الوطنية نعتبر روحي بنت التلفزة الوطنية دونك حاجة توجع القلب كي ما تلقاش عمل درامي سنة في التلفزة التونسية دونك ما فهميش عليش واحد يقول ما فهميش وكها سنة ما فهميش الله غالب غسرة للناس الكل غسرة للممثلين الكل وحتى أكيد معناها للعاملين في المؤسسة الوطنية يعاودوا ما سنغمال بش يعاودوا كمشي مشي يشري حاجة أخرى مرة عمل بها معناها برودكشن معناها خلي يعاود هذاك هو الحل الوحيد بتتمنيه معناها أو موان يعاود حاجة يعاود حاجة في سير الأيام مش كما تتعاود في رمضان ريم ما هذاك هو الجرح هذاك الحاجة اللي توجع القلب في رمضان من أول الدنيا نعرف المسلسلات اللي وكل عام نقولوا ليه واه باش يجينا مسلسل كيما نتاع ميولة توا ولينا بالمقلوب الشيء وإن شاء الله مسلسل مشكلة متعرفين إن شاء الله مش غسرة سنة معناها ولينا في الديسكور هذيك وهذيك الحاجة الخايبة دونك بالنسبة لي أنا مخزن مسكر ولا كريم شو ما ينطبق تماما سنة على التلفزة الوطنية معناها مخزن مسكر ولا كريم شو ما جون بونسيت اللي التلفزة الوطنية عندها إمكانيات ولا عندها بوسيبيليتي باش تعمل برودكشن في وقتها وعملتها دونك كان قرروا كيما العادة باش يعملوا برودكشن معاك ريم هما فوق علينا وان شاء الله العام الجاي ان شاء الله تدير التلفزة الوطنية الحكاية هذيا انت حسب رايك انت بيسكو كيما قلت انت بنت التلفزة الوطنية ريم حسب رايك الخطأ وين الغلطة وين المشكل فين هنا لا يا عزيزتي هذيا راهو فما برشا خبابل انا ما نعرفهمش وما عندي حتى ربع فكره عليهم وما نجمش نتفقه فيهم هذيا قالك عاش من عرف قدره انا ما نجمش نتصور اللي ما فماش اخطاء وما نجمش نقول اللي حكايه فارغه ولا ولاد التلفزه المسؤولين ولا المديرين المسؤولين ولا الوزاره هي المسؤوله ولا الحكومه هي المسؤوله سي ان تو انا قبل كنت نخدم نقول العمل ككل راهو لا من ممثل باش ينجح ولا المخرج ولا كل واحد وحده ما ينجمش يعمل حتى شيء راهو سي ان ترافاي ديكيب دونك حتى معناك النجاح الناس الكل تكثر وحتى في الغسرة الناس الكل تتلام معناها حتى واحد ما هو إبغني من الغلبة نتاع التلفزة الوطنية حتى واحد من البي دي جي للعامل الصغير الناس الكل تشد تتحمل المسؤولية أي سي مديح دونك موجود السنة في الخاوة هكا علاش ما كنتش متواجدة أنت في العمل هذا الخاوة مسلسل جزائري 100% وعامل كان 100% ديالي معناها ما فماش حتى ممثل تونسي فما كان لي تكنيسيان توانسة وثني فما زوز لبنانيين جو بونس مي انا اقترحوا عليا عم ناول و سيتي با سا وثني ما اقترحوش عليا كيما قلت من الاول بالكل معناها اما ما يقلقنيش انا نجم نتقلق كي نبدا حد عمل يعجبني في تونس وما نخدموش مع عمل في الخارج ما نتقلق لا ما نتقلقش حتى طرف العالم معناها سنة ما تقلقتش انك مديح نجح لا سنة ما تقلقتش خاطر ممكن ما عجبوكش الاعمال
والله حتى عامة تقلقت، وراس ولادي إلى عمري تقلقت. نحب كي نراها حاجة نراها تعجبني، أما باش نقول ما صابني أنا خدمت فيه لا. أنا نمن أني المخرج يعيط الممثلين مش على خطر أصحاب أكهو ولا يعرفهم أكهو ولا مزية ولا لي، يبدأ عنده نظرة حتى وقت اللي هو قاعد يكتب ولا يعمل في الغي كريتور متاع سيناريو، يرى ممثلين يرى تصاور كيما نرى مجيح معناه كمو يتخباي يرى تصاور كان راهم تصاور هذوك مسيئة يرى وما تكسرش راسك. كان حشته بريم ريحي راهو عيط لها، راهو عيط لها مش لا بلا معناها سهل ياسر باش تعرف باش تكلم شكون يعطيك نمرو ريم والا باش تكلمها على الفيسبوك ولا تكلم ميديا، معناها لا بوسيبيليتي باش يوصل لك سهله في الدور هذيك. اي اي ياسر معناها سي كلير، مي كان ما خممتش فيا ما نجمش انا نخمك في روحي. مانيش من لاني متكبره ولاني نقول أنا تاي عيطولي حاجتهم بي عيطولي في الفرنسة بالكلية. أي معناها ما عندكش موقف معين من مخرج ريم عيطولي من مخرج معين؟ ليه ليه أعليه حتى راسك عندك موقف من مخرج معين؟ بربي عاودنا الجملة خاطر ما وصلتش ريم لو تسمح، ما وصلتش الغيزو مش باهي، دونك عاودنا الجملة لو تسمح. هاي أنا ما عندي حتى أدنى موقف من حتى مخرج، المخرج اللي مقتنع أنه ريم الرياحي تجي في الدورة ديك طي عايت لها ستو، أما المخرج اللي عايت ريم الرياحي بشي غطي ضعف في حقه إذا هو اللي أنا ما نقبلوش وما نخدمش فيه. دونك فوالا سي ريسيبروك، واضح ما يعيط لكش وقع ما مش معناها عنده منك موقف، معناها لا أنا عندي موقف من المخرجين بالعكس. ولن تصور ولن نقول اللي فما مخرج عنده موقف مني، بالعكس انا نسمى محظوظه بالبعد نتاعي وبالعدم الوجود نتاعي في تونس. قبل ما نرجع في ناعوره الهواء، المسلسلات نتاع سي نجيب عيد الكل كنقول لك الكل السيناريوهات نتاعهم كانوا عندي. معناها ما نجمش نقول ونتجرأ نقول تجاهلوني وإلا ما عيطوليش ولا فما مخرج ما يحبنيش ولا فما منتج عنده منه موقف، بالعكس ثلاثة مسلسلات الأخرانيين قبل ناعورة الهواء كلهم سيناريوهاتهم عندي والثلاثة ما خدمتش فيهم لأسباب تخصني أسباب خاصة. لا معناها مش حياتي الخاصة انه مشكل في الدور اللي الدور انا بالنسبه لي انا مش معناها انا راني حاجه كبيره اما بالنسبه لي انا الدور ما يعجبنيش وما نجمش نخدمه. دونك ما نجمش شنو المسلسلات شنو المسلسلات يتعديو مثلا ريم؟ من اجل عيون كاترين اللي قبلوها ريم، شنو اخر معناها والله ما نستحضر كل شيء معناها اما ما نجمش نتجر نقول هنا ما يعيطوليش ولا فما مخرج ولا فما منتج عنده مني موقف، بالعكس تعتبر روحك محظوظه رغم يعطيك الصحه. ما نجمش نقول الا خاطرني انا بعيده ما يراونيش، بالعكس انا يجوني دي سيناريو نشوف وحتى بعض الكبر معناها جاني سيناريو ما نجمش باسكو ما نجمش نعمل حاجه ما تعجبنيش. واضح ريم. وقتاش ترجع لتونس وتمشي وتجي كيفاش؟ انا نمشي ونجي كي العاده وتوا عاد قريب عاد توا جاي الصيف فكهو نهبط لوليد ملا بون فاكونس يعيشك وعيدك مبروك وحيين بخير يعيشك مبروك ان شاء الله سنين دايمه يعيشك وميرسي على التليفون هذايا مرحبا برشا ونقول سحور هايل لكل مستمعي راديو ميد. ميرسي بوكو ريم يعطيك الصحة يعيشك ليلتك زينة صباح الخير باي باي. مازلنا مكملين معاكم راجعين بعد أخبار الأحداث مع هدى بن مسعود 10:52 دقيقة أخيرا.